وللحديث عن الأوضاع الأمنية والسياسية في قضاء سنجار في ظل الاشتباكات المسلحة بين الجيش وميليشيا يبشي، ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي وعضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ عبد القادر النايل. أهلا بكم أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أستاذ عبد القادر، بالحديث عن ميليشيا يبشي الموجودة في سنجار والموالية لتنظيم بيكاكا، كيف يمكن تفسير تحالف هذه الميليشيا مع ميليشيات الحشد؟ أولا، قضاء سنجار هو قضاء محتل خارج سيطرة الحكومة والقوات الحكومية بالمطلق، لأنه فقط ليس البيشة هي التي في الواجهة، صعدت في الواجهة حتى يتم التغطية على حزب العمال الكردستاني. من يتواجد في إدارة شؤون قضاء سنجار بالكامل هم حزب العمال الكردستان، وهي منظمة أجنبية كل أفرادها من غير العراقيين، وبالتالي يحتلون القضاء. أنشأوا عدة واجهات لهم، ومنها البيشة التي تتعلق باليزيديين، وهؤلاء واجهة من واجهات حزب العمال، وبالتالي نحن أمام معادلة، إما أن يكون هناك تدخلا بريا تركيا لقضاء سنجار لما وصلت إليه المرحلة من أنه اعتبر خطرا كبيرا ولا سيما بعد الاتفاق الإيراني الأخير، أو أن القوات الحكومية تتجه لإدخال الجيش، وبالتالي اتجهت القوات الحكومية اضطرارا إلى إدخال الجيش إلى قضاء سنجار. لذلك المعادلة واضحة تماما على أنه هذه التنظيمات تخضع لإدارة المركزية الإيرانية، لأنه هناك معلومات دقيقة، وكانت قناتكم قبل عدة أشهر سلطت الضوء عليها، أن منطقة سنوني الذي تعتبر الآن منطقة مهمة واستراتيجية كانت قد شهدت اجتماعا مهما بين قيادات الحرس الثوري الإيراني وأربع ميليشيات مرتبطة بالحكومة، هي ميليشيات العصائب لقيس الخزعلي وبدر والنجباء وسيد الشهداء مع حزب العمال الكردستاني والبيشة. هؤلاء اجتمعوا ليؤسسوا قيادة عمليات مشتركة تدار من خلالها استهداف أربيل واستهداف تركيا والسيطرة على الحدود مع سوريا وتنفيذ الإجندات الإيرانية، واتخذوا من معسكر مجاهدي خلق مقرا لهم بهذا الإطار. لذلك الوضع في سنجار هو انفجر نتيجة صمت الحكومة عن طريق هذه التفاصيل في الماضي. لذلك الوضع في سنجار قوي فضلا عن الوضع الإنساني. كيف يمكن تفسير هذه العلاقة بين هذه الميليشيا التي ظهرت للوجود مؤخرا، ميليشيا اليبشي، مع ميليشيا الحشد التي تعد أيضا جزءا من الجيش العراقي؟ كيف يمكن تفسير هذه المعادلة في الصراع القائم حاليا بسنجار؟ هذه المعادلة أسستها إيران، لذلك الرابط الأساسي بين هؤلاء جميعا هو إيران، فهي التي تدير الجميع من أجل دعم المنظمات الإرهابية، منها ميليشيات الحشد ومنها البيشة ومنها حزب العمال الكردستاني. وبالتالي عندما يكون الراعي الدولي أو الإقليمي واحدا، فإن هؤلاء ينتظمون في ضمن اتفاق للحصول على مصالحهم. وبالتالي إيران من دعمت وتدعم ولا زالت من تهب لهم السلاح، فضل على أن رواتب مالية من ما يسمى مؤسسة الحشد تدفع لدعم حزب العمال والبيشة وغيرها من التنظيمات الإرهابية داخل وخارج العراق. فهذه العلاقة حقيقة هي التي أسست ليكونون حقيقة قنوات قوة موجودة على الحدود العراقية السورية، فضلا عن تهديد إقليم كردستان ولا سيما أربيل، وبالتالي أيضا هؤلاء لديهم مصالح أخرى في تهديد تركيا، فضلا عن سيطرتهم على قضاء حيوي مهم من خلاله يتم السيطرة على مكاتب اقتصادية داخل نينوى وداخل المناطق المحيطة. إذا نحن أمام تأسيس دولة جديدة برعاية إيرانية داخل العراق بعيدة عن السلطات الحكومية، وحتى الجيش هو دخوله كان دخولا يعني خجولا، ليس كما كان يفترض أن هذه منظمة إرهابية لا علاقة للعراقيين مفروض أن يتم دخول. ولذلك رأيتم في إعلام ميليشيات الحشد ومنها عصائب قيس الخزعلي هجوما حادا على دخول الجيش إلى قضاء سنجار. هذه المواجهات المسلحة بين أطراف الصراع في سنجار أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وأدت أيضا إلى موجة نزوح لمئات العائلات نحو محافظات كردستان العراق. كيف يمكن قراءة تطورات الأحداث وانعكاسات الأزمة في سنجار على الصعيدين الميداني والإنساني؟
أولا الموضوع الإنساني كمعلومات دقيقة، هناك إلى هذه اللحظة 700 عائلة قد نزحت من قضاء سنجار باتجاه أربيل أو باتجاه المناطق المحاذية لكردستان سواء دهوك أو غيرها، وبالتالي بالتأكيد الوضع سيتفاقم لأنه نحن أمام منطقة أصبحت ساحة الصراعات، وهذه الصراعات ليست محلية، فيها أطر دولية وإقليمية، فضلا على أن حدود سنجار مفتوحة مع سوريا وهناك اتفاق مع قسد بإطار آخر، فنحن أمام معادلة معقدة داخل قضاء سنجار ستستمر لأيام أخرى، وبالتالي لن تكون هناك بسرعة يمكن أن يتم فرض سيطرة الجيش الحكومي على هذه المناطق، وعلى هذا الأساس حقيقة ستتفاقم الأوضاع الإنسانية من حيث المستشفيات الموجودة، يعني هو مستشفى وحيد مستشفى سنوني، فضلا على الوضع الاقتصادي كطعام نفذ من قضاء سنجار، وهذا حقيقة سيزيد معاناة العوائل، ولذلك حقيقة الوضع الإنساني مجري في قضاء سنجار منذ الوهلة الأولى لوصول هذه الاشتباكات، لأنه أيضا ما كان عليه سابقا هو وضع يعني إنساني أو ليس جيدا. أما الوضع الميداني فإن المعارك ستطول بهذه القضية وأمام تداخلات كبيرة، لأنه أعتقد أيضا أن أربيل ستتحرك باتجاه قضاء سنجار، وهناك اتفاق بين الحكومة في بغداد والسلطات في أربيل على تقاسم النفوذ داخل قضاء سنجار، وبالتالي ربما سنشهد أيضا تطورات في الأيام القادمة من دفع قوات كردية من البيشمركة باتجاه قضاء سنجار. إذن نحن أمام تطورات، هذه التطورات لن تعود إلى الوراء، وهي بالتأكيد أمام انفجار جديد سواء على المستوى الإنساني أو على المستوى العسكري. في ظل كل هذه التطورات أستاذ عبد القادر، ما مدى أهمية جزئية السيادة والانتماء في المؤسسة العسكرية للحفاظ على وحدة الأراضي سواء في العراق أو في أي دولة أخرى؟ يعني دائما عميل الداخل هو الذي يجر عدو الخارج على سيادة البلد، فلذلك حقيقة القضية تتعلق بأن هناك جسما موجود، وهذا الجسم يعني حقيقة ليس مكانه أن يكون ضمن السلطات الحكومية وهي ميليشيات الحشد، هؤلاء هم الذين سهلوا عملية تواجد هذه الميليشيات في ضمن السيادة، فضلا على أنهم يخرقون سيادات أو مناطق كثيرة خارج سلطة الحكومة. يعني على سبيل المثال جرف الصخر لا زالت، يعني وهنا ننتقد يعني الأمم المتحدة في بغداد على ما وجهت قلقها على سنجار، وبالتالي هي لم توجه قلقها على بقاء النازحين وعلى ما يجري من خروج جرف الصخر عن السيادة في العراق. إذا لا وجود للسيادة في العراق ما دام هناك أطراف تنتمي إلى الخارج العراقي وهي تتحكم بالجزء الأمني وتتحكم بالجزء السياسي والاقتصادي داخل العراق، فبالتالي حقيقة مفردة السيادة ضائعة في العراق، ولا يوجد هناك يعني جهدا واضحا تماما في إعادة السيادة، وإلا بماذا يفسر هجوم منصات إعلام الحشد وقنوات تابعة لأحزاب هي ضمن الإطار وهي الإطار التنسيقي، وهي الآن تريد أن تكون ضمن تشكيل الحكومة القادمة، وأحدثت كثير من المشاكل داخل العراق والمهاترات السياسية، وهي تدعم وترفض دخول الجيش، كان يفترض بها أن توافق على دخول الجيش الحكومي لأنهم جزء من مؤسسة أمنية كما يدعون هما، وأنهم جزء من الجيش، كان المفروض لا يكون هناك اعتراض، لكن هذا الاعتراض يؤكد على أن هناك خللا بنيويا، أن العملية السياسية أطراف منها هي التي تتعاون مع الخارج لفقدان السياسة السيادة في العراق. شكرا جزيلا لكم الكاتب والمحلل السياسي وعضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ عبد القادر رانايل، كنت معنا عبر الهاتف.